السلام عليكم، مرحبا بكم معي مجددا في قناة سناء أم رضا شانيل اللي إن شاء الله كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم ويكون فيها إن شاء الله التنوع. اليوم كيف كتشوفوا معايا، أنا خرجت نتسخر نتقضى واحد خاصني شي حاجة للدار، غنهبط البيم ومع اليوم الجمعة. كيف كتعرفوا على بيم كتحط عروض يوم الجمعة، قلت نمشيو نكتشفوا هاد العروض اللي دايرة اليوم ومنها نتقضى الاشياء اللي خاصاني. بطبيعه الحال من بعد ما درت الكمامه ودرت المعقم ديالي عاد خرجت. كيف كتشوفوا معايا هنايا منظر زوين ديال هاد الورود، زوينه صراحه. صراحه منظر زوين ديال هاد الاشياء الطبيعيه. وكيف قلت لكم نهبطوا ان شاء الله للبيم ومن بعدها غنقدم لكم واحد الوصفة طبيعية ديال الصابون والخيار، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كيف كتشوفوا معايا هنا راه بيم حال، القهاويته هما حالين. مهم ضروري الانسان كيدير داك التباعد. هنا كاين محل ديال القهوه كيبيع القهوه زوينه صراحه، حبوب. وان شاء الله ندخلوا البيم دابا، خليكم معايا. هنا كيف كتشوفوا معايا هاد الثلاجه داير ليها 2799 درهم، صراحه زوينه، ثمن زوين. دايرين هاد لايف ماكس التلفازة شكو هادي 55 بوص، كيديرو هاد لامارك لايف ماكس بزاف هنا في بيم. دايرين هاد السيت ديال لي فاليز وحاطين البنات اليوم شتهم دايرين. صراحة انا مشيت حتى لديك تالمور الغدا في الصباح، كيكونوا الماعن بزاف سورتو اللي كيكونوا متميزين ولا لي بخي طايحين، اغلبية كيطيرو بيهم في الصباح. كيخصك تنوض مع 9 الصباح تكون ابونور حدا بيم. المهم لقيت انا دايرين هاد الشبيكات زوينين، دوك الصغار 2 ب15 درهم وهاد الكبيرة هادي ب15 درهم، صراحة عجباتني هادي، زوينة هكا كتحطها في البلاكار ولا المهم كتستف فيها شي حوايج عندك. بحال دوك الصغار هما دايرين دير بحال دابا هكا تجمع فيها داكشي الخيوطة والمفاتح اللي عندكم ولا المهم دوك الأشياء الصغار كتحتفظ بيهم. 2 ب15 درهم زوينة. كاينة هاد الماكينة هاد المولينيك صراحة عجباتني هادي، زوينة وكبيرة، دايرة 150 درهم، صراحة ثمن مناسب ليا. ودايرين صراحة مهم الماعن ما لقيتش بزاف اليوم، الأغلبية مركزين على داكشي ديال البحار ولي بيسين داكشي ديال الدراري الصغار. المهم هادي قلت لكم 150 درهم، فيها 2 يترو. كاينين حتى هادو ديال طابعة الحلوى، هادو صراحة كانوا من سيمانة شي 2 سيمانات وهما كاينين، جايبين بيهم بالكترة. كاين هاد النوع الثاني حتى هو ديال الكوكيز طابع زوين، حتى هاد الشكل هذا. حاطين عاوتاني هادوك ديال المغارف ديك ديال داك السيت ديال كيكون فيه اونسومبل ديال المغرفه بالمعلقه ديالها كبيره، وهذا واخا انا كنستعمل ديال الخشب هادو عجبوني زوينين، سورتو لا كولور ديالهم غوز كتفتح شهيه. وكاينين هادو ديال لي بروسادون، هادو كتحطيه فيهم هادو زوينين، كاين ديال الوليدات الصغار وديال الكبار. ودايرين كيف قلت لكم اليوم اكثريه دايرين التيم ديال البحر، داكشي ديال البحر وداكشي اللي كيحتاج الوليدات في لي بيسين ودوك لي جوي وداك اللي كيلعبوا بهم. كيف قلت لكم الاكثريه ديال المعان اللي كيكونوا سبيسيال وهذا راه ما كيبقاوش. كاين هذه ديال الحلوى هكا كدهني بها
اي حاجه عندك تستعمليها للمطبخ، في المطبخ داير لها ب10 دراهم، الطويسه ديالها زوينه. كاين هذه الاله ديال تسخين الماء بالكهرباء، هذه دايره شي 120 درهم. ودابا انا جيت لدويرتي من بعد ما تقضيت اللي خاصني، صراحه مشيت ناخد غير اللي خاصني. كان خاصني الزيت وهاد ديال الصابون زوين، هذا والريحه ديالو زوينه. كديريه في ليكيد هوايه، فيه 2 يترو ونص تقريبا، داير شي 42 درهم. هذا زوين، انا خديته صراحه غير باش نصبن به الزرابي، كان استعملته الاخت ديالي وقالت لي راه الريحه ديالو زوينه، وبصح مني شميتو الريحه ديالو، هو الكولور ديالو راه غوز والرائحه ديالو رائعه صراحه، عرفتي كيخلي الزرابي رطبين وزوين. هاد خلاص هذا كيديروه توا مره مره ديال 8 يترو، اكثر هي كناخد هذا زوين، كيدي لك مده، هذا شي 89 ولا 88 درهم، ما عقلش اكزاكت، مي كيدي لك واحد 3 شهور ولا شهرين ونص على حسب الاستعمال، زعما الاستهلاك اللي استهلكي فيه الزيت. انا اكثر كنخلط بزيت البلديه. هاد الشيء اللي قلت لكم عجبتني حتى هي زوينه، هذا ب10 دراهم بديك الطويسه ديالها، شفتوا؟ صراحه اللون الغوص كيشهي زوين. وخديت هذاك السيد ديال المعالق اللي قلت لكم، هادي كنظن ب15 درهم، حتى هي ثمن مناسب. باش كتعجبني بين بعض المرات كيديروا حوايج زوينين سبيسيال واثمنه مناسبه، فهمتي؟ كتمشي سورتو لا مشيتي في الصباح كطيري شي حاجه زوينه صافي. وخديت للدراري شويه تليفخوي، وداك كناخد لهم هاد الكورنفليكس ب7 دراهم زوين، وداك البابي سوبان هذا زوين، هذا كيعجبني البنات اقتصادي، داير شي 10 دراهم جوج. وباش كيعجبني فاش كتقطعو، شتي كيتقطع غير النص، وحده فيها النص، بحال دابا بالنسبه لي عنده الدراري كيطلعو يقطعو، يقطع هكا وحيده النص بعوض ما يقطع. اقتصاديه، مهم اقتصاديه، وتتوب ديالو زوين. صافي هادي مشترياتي ديال اليوم، ودابا نمرو باش نحضرو الوصفه اللي قلت لكم ديال الصابون طبيعي بالخيار، كيجي صراحه زوين. انتما تشوفوا معايا الطريقه ان شاء الله. وهذه البنات نسيت ما صورتهاش لكم، خديت 2 من هادو زوينين صراحه، كينفعوا نحطهم في البلاكار. بحال دابا وحده ندير فيها داكشي اللي كنستعمل في الحلويات، بحال دابا الخميره وفاني، ومهم مايزينا وداكشي، ما تيبقاو مخلط ليا مع السلعه الاخرى وما كنستعملهم ديما. وحده ندير فيها داكشي ديال الدراري، ديك السقاطه ديالهم، وهذا كيبقاو باينين البلاصه ديالهم من الاحسن. ودابا نمرو باش نوريكم الصابون الطبيعي اللي كان صايب في المنزل، صراحه زوين، عنده عده فوائد، غني بالفيتامينات، سورتو الخيار معروف عليه فيه الفيتامين او و سي و بي. غناخدو الصابون اللي عندنا اي نوع، المهم من الاحسن يكون عادي طاوس ولا الكف، غناخدو خيارة بالقشور ديالها. وهذاك ديال الكيك باش غنديروهم في المجمد ان شاء الله في هذا المول هذا. صافي كنبداو في الاول كناخدو الصابونه ديالنا، كنحيدو ليها الميكا، غنحكوها ان شاء الله في الحكاكه الغليظه من الاحسن كيف كتشوفوا، غنحكوها في الحكاكه الغليظه، ومن بعد غنديروها في بان ماري. غنحتاجو ليها حتى المورد، نسيت ما صورتوش في الاول مع المقادير الاولى، غنحتاجو شي 6 ولا 7 المعالق ديال الماء الورد ناتوريل. كنحكو كيف قلت لكم الصابون ديالنا هي الاولى، كنحكوها مزيان. من بعد ما حكينا الصابون ديالنا كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، كناخدو واحد الكاسرول كنحطو في كاسرول اللي غنديروها في بان ماري في حمام مريم، كيف كتشوفوا
غنضيفو عليهم 7 المعالق ديال كبار ديال ماء الورد، وكيف كتعرفوا ماء الورد هو مفيد للبشرة. كنخويو دوك 7 المعالق ديالنا وغنحطوهم في بان ماري، كنخليوها على نار مهيلة وكنبقاو نحركو غير بشويه باش ما يتحرقش لينا داك الصابون من التحت، وهو راه دغيا كيدوب اصلا مع السخونيه دغيا غيدوب هو في بان ماري، وحنا كنبقاو نحركو شويه بشويه حتى كنشوفو الصابون ديالنا كامل داب، عاد كنحيدوه من فوق البوطه. ودابا نمرو باش نحكو الخيار ديالنا، حتى هو غنديرو له نفس العمليه غنحكوه، ومن بعد ما حكينا الخيار ديالنا حتى هو في الحكاكه الغليظه في الجهه الغليظه كنديروه في شي مولينيكس هكا باش نطحنوه ما يبقاوش داك الجلوف ولا القشور ديالو باينين غلاض، كيتطحن مزيان صافي. كنطحنوا الخيار ديالنا مزيان في المولينيكس، ومن بعد ما غنحيدو الصابون من بان ماري غنضيفوه على هاد الخيار هذا، ومن بعد ما داب لينا كيف قلت لكم هاد سميتو الصابون هو كيجي على هاد الشكل، كنضيفوه على الخيار اللي عندنا هذا، راه الصابون مع الماء ورد بوحدو اللي درنا، غنضيفوه على الخيار اللي حكينا وطحنا في المولينيكس، غنبقاو نخلطو مزيان وغنحطوهم حتى هما يا فوق البوطه على نار مهيله كيف قلت لكم مع التحريك الدائم حتى كيتجانس لينا داك الخيار مع الصابون. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابون ديالنا مع الخيار، انتم كيف كتشوفوا من بعد ما طيبناهم شويه حتى كيتجانس لينا هاد الخليط هذا الخيار مع الصابون مزيان كيف كتشوفوا، كنخليوه غير شويه هكا كيبرد، كيف كتشوفوا راه باقي سخون ما نخليوش يبرد بزاف حيت ما غاديش يجينا في الحطه في المول غيتجمع لينا، الوغ كنزربو عليه كنحطوه هكا في هاد الوريقات هادو ديال الكيك، ولا اي حاجه عندكم بحال هكا مول صغير ولا هذا على حسب الشكل ولا على حسب القياس اللي بغيتو، كنحطوه غير بشويه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابون ديالنا، ها هو كيف كتشوفوا. دابا غندخلوه المجمد غنخليوه حتى يجمد لينا عاد نحيدوه من الكاغيط، وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابون ديالنا من بعد ما حيدناه من المجمد. كنحصلوا على هذا الشكل هذا، ممكن كيف قلت لكم ضعفوا الحجم على حسب اللي بغيتو، او لا تخليهم هكا صغار كل مره تجبدوا وحده من المجمد. صراحه زوين والرائحه ديالو طيبه مع داك الخيار والماء ورد والصابون، خلاص رائحه زوينه الصابون صراحة رائع، كنتمنى انكم تجربوه، كيوحد لون البشرة كيصفيها سورتو مع الاستعمال اليومي والدائم، كنحتفظوا بها هكا في المجمد. وكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم ديالنا، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بلي لايك وبكومونتير، والى الفيديو الجاي ان شاء الله.